السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا برنامج مستنيه من زمان اسمه ميتا مور فوسيس. البرنامج ده بيعمل كومبير بين 2 موديل في الريفت. تدخل هنا وتقول له داونلود لينك، فبيتحمل معاك وتعمل له سيت اب، فبيضاف ادنس جوه الريفت. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج دوت بياخد نسخة من الموديل بتاعك، وبعدين ممكن تدي له موديل تاني ويعمل مقارنة بينهم. يعني اقول له مثلا سناب شوت، فياخد نسخة هنا ويحفظها. اقول له مثلا سميها اكس واي زد، تمام، واقول له سيف. هو كده هياخد نسخه، وبعد كده انت تعدل فيها براحتك، وبعد كده تقول له اعمل لي مقارنه وجد لي الاختلافات، تمام. ممكن يكون عندك مثلا معماري عمل تعديلات وانت عايز تعرف التعديلات فين، فبتشوف نسخه قديمه وتقارن بينها، او انت تبقى محتفظ بنسخه من الموديل، او ممكن تكون انت عدلت وعندك كذا نسخه ومش فاكر اخر تعديله كانت فين، فتقدر تقارن وتعرف اخر تعديله كانت فين بالظبط. او ممكن حد شغال معاك وبعت لك شغل وعايز تعرف اذا فين التعديلات، يعني قال لك الموديل تعمل له ابديت بس انت مش عارف الابديت في انهي جزء. بيجيب لي رساله ان هو خلاص عمل السناب شوت بتاعته او خد نسخه، فبقول له كلوز. ببدا اعمل بعض التعديلات، ممكن بكل بساطه اعمل موف لبعض العناصر، ممكن اعمل ديليت لعنصر من العناصر، ممكن اعمل كوبي تعمل عناصر جديده زي ما انت عايز. يعني انت اشتغلت في الموديل كله براحتك خالص، وبعد كده بتقول له كومبير. خلينا نسيف الاول، انا سيف الشغل. بعد كده هقول له كومبير، وبعد كده هدي له الحاجه اللي عايز يقارن بيها اهي اكس واي زد، اوكي، وقول له قارن الاناليتيك والانوتيشن والموديل ستارت. فهو بيبدا يعمل مقارنه في جميع العناصر بين الاثنين ويجيب لي الفرق بينهم. بيبدا يقول لي ان في حاجات فيها مشاكل، فبقول له طب وريها لي، تمام. فبيبدا يجيب لي، يبدا يتحرك عليها. اي جزء حصل له تعديل بيبدا يعمل زوم عليه بحيث اعرف المشاكل الموجوده فين او التعديلات موجوده فين.